مساء الخير على مشاهدينا الكرام، ويوم جديد من ايام برنامج مصر كل يوم. دايما بكون معاكم كل يوم سبت وحد، وبقيت زملائي لغايه يوم الخميس سواء كان رانيا او سامح. هيكون معانا النهارده في ضيف فقرتنا الحواريه الاستاذ وليد الرمالي، رئيس تحرير وكاله انباء الحدث، واللي هيكلمنا عن جوله الرئيس الاسيويه وزيارته لاذربيجان وارمينيا. تعالوا نبدأ أول أخبارنا مع زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى مدينة إيرفيان عاصمة أرمينيا في زيارة ثنائية هي الأولى من نوعها لرئيس مصر منذ استقلال أرمينيا. وقال السفير بسام رادي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الرئيس هيلتقي بكرة مع نيكول باشنيان رئيس وزراء جمهورية أرمينيا، وفهجان خاتشاتوريان رئيس الجمهورية، وهيكون في تبادل للرؤى لمناقشة سبل تعظيم العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين على مختلف الأصعدة وفي كل القطاعات خاصة التجارية والاستثمارية. ده غير إن هيكون في تباحث بشأن القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك. طبعا احنا شفنا كلنا بقالنا يومين بنتابع جولة سيادة الرئيس. سيادة الرئيس كان في زيارة للهند، وبعد الهند طلع على دولة أذربيجان، والنهاردة وصل بسلامة الله إلى دولة أرمينيا. وعلى فكرة دي أول زيارة لرئيس مصري لدولة أرمينيا. اتفاقات كتيرة جدا تمت سواء كان في الهند أو في أذربيجان أو في أرمينيا. إن شاء الله هيتم المباحثات والاتفاقيات بكرة. طبعا اتفاقيات متنوعة سواء كانت تجارية أو صناعية أو تكنولوجيا أو زيادة كمان الصادرات كمان المصرية. ده الخبر اللي يخص رئيس الجمهورية.